عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة حكينا عن نظام البيئي وتعريفه وأنواع النظم البيئية. حكينا عن النظام البيئي في الغابات والسدود. حكينا إنه النظام البيئي الزراعي هو نظام غير طبيعي واصطناعي بفعل الإنسان نتيجة احتياجه للغذاء. عمل تغييرات في النظم البيئية الطبيعية بما يحتاجه، وهذا العمل أدى إلى أن في اضطراب في التوازن الطبيعي اللي كان موجود، فغير لنا طبيعة جميع الحيوانات والنباتات الموجودة في النظم البيئية الطبيعية، واللي كانت هاي النظم البيئية إن كانت غابات أو سهول نتيجة طويلة من التأقلم والتطور. وعم هذا عمل اضطراب شديد وأعاد تركيب وعمل تغييرات جوهرية للأحياء اللي قد تدور في النباتات لتنتغير. الآن نيجي إيش التغييرات اللي تحدثها العمليات الزراعية الحديثة في النظام البيئي. هسه في شيء اسمه أول شيء المونوكلتشر، هو الزراعة المنفردة، عندنا نوع واحد من المحاصيل في مساحات كبيرة جدا. هاي الزراعة بتخلق ظروف مناسبة لأنواع من الآفات متخصصة بالفود، وأدي زيادة لجعلات معروفة ومؤثرة اقتصاديا. وبما إنه هاي الزراعة المنفردة يعني بتكون ما في تنوع وبتجعل لنا الوجود فقط لآفات معينة، حشرات معينة، مما يؤدي إلى زيادة أعدادها، يعني التنافس والتوازن مع الكائنات الحية الأخرى أنت يعني غيرته بما يتلائم مع ظروف ملائمة لظهور هذه الآفات. لذلك إذا الزراعة المنفردة المونوكلتشر هي صانعة الآفات، فنحكي إذا التنوع في المحاصيل يعتبر عملية أساسية لمكافحة الآفات. مين يعقب لنا على كيف الزراعة المنفردة تعمل لنا؟ نعم دكتور، كيف الزراعة المنفردة بتكون ضارة بالنسبة لنا لظهور الآفات؟ يعني دكتور انه زراعه مثلا في ارض معينه
مثلا محصول معين واحد بيساعد بالآفة، بيساعد إن الآفة تنتشر زيادة لأنه بتتغذى على المحصول وبتزيد كثير. أوكي أوكي. أي شيء أي شاب من الشباب بده أو طالباتنا طلابنا بده يعقب هذا كيف زرع منفردة بتكون جيدة لقوة الآفات وانتشارها السريع. تحقيق الزراعة المنفردة خصوصا في المناطق الكبيرة، مثل نحكي مناطق كبيرة بتحكي على آلاف الهكتارات آلاف الدنومات تزرع في محصول واحد، مثل بعض المناطق تزرع الذرة، بعض المناطق تزرع فطور القمح الشعير، هاي محاصيل محاصيل استوائية خصوصا على سبيل المثال في أمريكا المساحات الكبيرة. إذا المكان بيكون مناسب للحشرات اللي بتهجم على المحصول، وبذلك إذا ظهرت الظروف المناسبة والغذاء متواجد بكثرة فإن انتشارها بيكون وتكاثرها كبير جدا. بنلاقي حتى الحشرات الثانوية اللي بتكون في الطبيعة مسيطرة عليها من قبل الأعداء الحيوية والظروف اللي حكينا عنها التنوع الموجود بحد من انتشارها وظهورها، نلاقيها ظهرت لنا من آفة ثانوية لآفة رئيسية، أو خلينا نحكي نون بيست بتكونش آفة عندنا أصبحت آفة لأن أنت جهزت لها الظروف المناسبة والغذاء المناسب في أكبر كمية. لذلك إحنا لازم ننوع في التسبير في مكافحة الكامل مشان يصير عندنا اللي هو البيلد أب تبع الحشرة التكاثر السريع لها ودورها كافة. بس نوعية الغذاء نوعية الغذاء المجهز the quality and the quantity of food supply يختار الإنسان محاصيله لميزات معينة في هذه المحاصيل، فيها ذات إنتاجية عالية أو ذات ثمار كبيرة أو بذور أو مغذي أكثر من نحكي المواد المحتوى تبعها موجود. هذا اللي بتكون الاختيار تبع الأصناف اللي احنا نزرعها من النباتات البرية العائدة لهذا المحصول. كل محصول عندنا بيكون له أصل بري، يعني الأسلاف البرية الأصول البرية، بصير عمليات التهجين وعمليات البريدينج في النباتات اللي هو تربية النبات، بصير عندنا اختيار لأصناف معينة وتحسين وراثي للأبد إن كان طبيعي أو إن كان طريق استخدام مولكيولار تكنيكس الأساليب الوراثية المتعددة، يعني بتعطينا البذور والنباتات اللي إحنا بنعرفها الأصناف اللي بتباع في السوق. هاي التغيرات النوعية لتحديد الزراعة الحديثة بصفات المحاصيل تعزز وجود الآفة، بتجهزها بعدد كبير من النباتات نفس النوع الحشرات أكل النبات نجد أمامها فعلياً غذاء غير محدود، وسوى ذلك قادر على تكاثر سريع بدون معوقات، تكون أقل عرضة للأخطار. عديد من الآفات منتجات المخزون تظهر في مستمرات النمل في الحقل المستويات الضئيلة البرية، ولكن في حال خزن المواد الغذائية بكميات كبيرة سوف يؤدي إلى ظهور كآفة. هسه الآن إحنا ربطنا إنه نوعية كمية الغذاء المجهز اللي هو إحنا بننتجه، و هذه العملية إيش بتأثر لنا على انتشار الآفات. النباتات حبايبي في الطبيعة بتكون أكثر مقاومة، أكثر يعني تأقلم، متعايشة مع كائنات حية أخرى. حاجتنا لأصناف ذات نوعية وكم نوعية معينة بدنا يعني أو بذور معينة بدنا إياها، مثلاً حب كبير ذاتها يعني التسويقية عالية، هذا بيأثر لنا على صفاتها الأخرى. يعني دائما الصنف البرد قومة من الأصناف المهجنة، فاهمين عليها حبايبي؟ هذا بالضرورة عملنا اختلال في التوازن الطبيعي ونوعية النبات اللي احنا بنتداول وبنزرعه. هاي التغييرات النوعية في المحاصيل من حيث الوراثة تعطينا نباتات
بتكون أكثر ملائمة للهجوم من قبل الحشرات، وبذلك بتكون عندنا فرصة أكبر للعديد من الآفات أنها تظهر، خصوصا عندما يكون هناك كمية الغذاء الموجود. حكينا على المونوكلتشر، حكينا سلام على الكلام التعدد ماشي، لكن احنا بنزرع اصناف حساسه في مواقع معينه بكميات كبيره، وهذه كمان تعطينا غذاء مستمر وكبير للافات وخصوصا الحشرات. بنلاحظ منهم مثال انه مثلا الافات المخزونه عندك، بدك تخزن قمح، بدك تخزن رز، بدك تخزن شعير، اصبح عندك سعرات كبيره جدا للحشرات اللي بتهاجم يعني الحبوب المخزونه، وهذا أعطاها أعطيت مجال أنت لهذه الأفات أن تنتشر في ظروف جيدة وغذاء مستمر. الآن نحكي على العلاقة بين العائلة والعدو الطبيعي، أن هوست ناتشورال أنيمال ريليشن شيب. التأثيرات الطفيليات مفترسات الأمراض في إبقاء عوائلها تحت السيطرة مروقة جدا، مقصودها العوائل اللي هي كائنات حية للآفات اللي هي بتتطفل عليها أو بتفترسها الكائنات الحية الأخرى. ومع ذلك العمليات الزراعية الحديثة التي تستخدم الجدات قد تؤدي إلى اختلاف هذا المواسم. لا نعطي أمثلة الآن أنه حكيت أنه أنت عملية الزراعة نظام البيئة الزراعي أخل بالتوازن الطبيعي اللي كان كانت الحشرات تنافس الحشرات على الموقع، تنافس الحشرات الأخرى، يعني كانت بين بعضها تنافس بعضها، تقلل من عددها وتبقيها تحت سيطرة معينة كتنافس على الموقع، تنافس على النبات. لكن كمان عندنا شيء اسمه عداء حيوي. العداء الحيوي هي تلك الكائنات الحية الأخرى التي تؤثر على الحشرة مباشرة، يعني تتغذى عليها إن كانت بعملية الافتراس أو بالتطفل، وهذه بتحد من زيادة المضطردة من العادات الأكثر، وتبقي العادات بحد وجود مستويات متوازنة وغير بعض. الآن إحنا إذا استخدمنا المبيدات، كمان إحنا بتاع المبيدات ما بيأثر فقط على الآفات اللي إحنا نستهدفها، ولكن كمان يؤثر على المفترسات والأمراض والطفيليات اللي تهاجم هذه الآفة وتحد من عددها، وبذلك إحنا خلصنا الآفة من يعني العوامل الحيوية اللي بتنزل أعدادها، أخلينا التوازن طبيعي، قتلنا الطفيليات والمفترسات اللي في البيئة، وبذلك احنا ساعدنا الآفة على الانتشار والتكاثر بدون عداها طبيعية. عندنا أمثلة مثل استخدام مبيدات ضد آفات الكاكاو لها تأثير على العداء الطبيعي. في الحالة الطبيعية تصل 2% من الآفات إلى مرحلة البلوغ عندما تتعرض للعداء الطبيعي، ولكن بعد انطلاق مبيدات فإن 71% منها قد تصل إلى مرحلة البلوغ. نستخدم المبيدات قد تؤدي إلى نقل الآفة من كونها ثانوية إلى آفة خطيرة. في بعض الكائنات الحية للآفات على بعض المحاصيل أو بعض النباتات بشكل عام في مواطنها الأصلية، يعني خلينا نحكي النبات في بيئته الأصلية اللي كانت موجودة فيها توازن، يعني مش بنحكي عنها نبات مش جايبينه من برا زرعينه في الأردن، النبات موجود في بيئته الطبيعية. في البيئة الطبيعية على سبيل المثال الكاكاو، هذا النبات في حالة طبيعية الآفات الموجودة عليه يعني بتصل فقط 2% من مجتمع الحشرات إلى البلوغ، يعني بتكون عندنا مثلا 100 بيضة بتفقس من حشرة معينة بصفينا 2 حشرتين فقط اللي بيصلوا لمرحلة البلوغ لعمل جيل آخر. هذا الاعداد الخفض تبعها اللي هي خفض 98% من هذه الافات بتكون عائد الى الاعداء الطبيعي الموجود. اذا قدرت العدو الطبيعي في بعض البيئات على خفض الاعداد الطبيعي. دكتور بلاش تفضل. الله يزيد فضلك دكتور. طب هسه بالنسبه للمبيد اذا انه يزيد يوصلها الى مرحله البلوغ، طيب شو علاجها؟ يعني مثلا افات الكاكاو، الآن إذا أنت عندك آفة والكائنات الحية الطبيعية بتنزلك منها 98%، هذا المقياس، وأنت زلمة مش حاطة ببالك هذا الحكي، إنه أنا عندي مكافحة حيوية، مكافحة طبيعية للآفات الموجودة على الكاكاو تصل إلى 98%.
ليش تستخدم المبيد؟ وليش تستخدم مبيدات ضارة في الأعداء الطبيعية؟ إذا أنت فعليا بتعمل خسارة، لأن مكافحتك شو بدها تجيب نسبة؟ أنت قتلت الأعداء الطبيعية الموجودة اللي كانت عاملة يعني عاملة لك 98% من المكافحة، فهمت علي كيف؟ ونزلتها. نعم، يعني مش ضروري استخدام المبيد، يعني استخدامات المبيدات بدها تكون مدروسة، بدها تكون مدروسة. أنت دخلت على بيئة معينة كانت يعني عندك 98% مكافحة طبيعية، ما بدك تخلص من 2%، فهمت علي كيف؟ واستخدمت المبيدات بطريقة خاطئة، قتلت اللي كان ينزل لك النسبة من يعني ل 2%، وجعلت النسبة عندك واحد يعني 71% زيادة. يعني انت يوم دخلت ورشيت كانت 2% فقط عندك من الآفات اللي بتوصل مرحلة البلوغ. بعد ما رشيت الجيل اللي بعدي وصلت فهمت عليك، فهمت عليك دكتور. يعني اذا اني انا استعمل مثلا استخدمت على المكافحة الحيوية والمكافحة الطبيعية، المرحلة البلوغ يصل منها 2%، إذا استعملت مبيد يصل 71% مرحلة البلوغ. بس 71% من حشرات من مرحلة البلوغ، إذا أنت نعم. التوازن وأصبح عندك بدل تكافح 2% صرت تكافح 71% لأنك تخربت الأعداء الطبيعية. في أي منطقة نعم. من المناطق الطبيعية أو يكون يعني خلينا نحكي الحشرة موجودة أو الآفة موجودة في بيئتها الطبيعية، في يعني محصول جاي من عنده. يعني احنا البندورة دخيلة على البلاد، البندورة دخيلة على البلاد، القمح أصله من مناطقنا، خلينا نحكي الزيتون أصله من مناطقنا. فعندما التعامل مع الآفات في بعض الجرح الجية أو بعض النباتات اللي أصلها من هون بده يكون عندهم. يعني سمعت حدا برش القمح؟ سؤال خفيف رش القمح يعني نعم، ما على حد علمي اللي بيستخدموا المبيدات في القمح، يعني نحكي بعد ما نزرعه، يعني في مبيدات بتعامل فيها البذور، لكن بعد ما نزرعه بيكون يعني مش يعني ايش ما كانت الاصابات يعني نادرا ما تكون اقتصاديه في القمح. وليش؟ لانه يعني في عندنا يعني القمح اصيل عندنا يعني 12000 سنه موجود في بيئتنا في سور حوران، والأعداء طبيعية موجودة تبعته الحشرات اللي بتيجي عليه، فغالبا استخدام المبيدات كونش موجود في محصول القمح زي محصول البندورة. البندورة دخيل ما فيش فيه أعداء طبيعية كي. يعني خلينا في بيئتنا يكون لأنه أصله مدخل من برا ومحسن جينيا ويلخز حكينا التغييرات اللي بنحدثها من الأصناف الأصيلة وبحاجة إلى مكافحة. إذا أنا ما أتحدث عن الآفات التي تكون على النباتات في بيئتها الأصلية، فهمت علي كيف؟ وتكون هناك إذا درسناها بيكون في أعداء طبيعية. قبل ما أتصرف معها بدي أشوف أنا هاي الإيش الموجود، يعني بعمل حصر الطفيليات والمفترسات الموجودة بشوف كفاءتها في الطبيعة، هل هي قادرة على خفض العدد اللي موجودة في البيئة، كيف ممكن أنا إذا كانت يعني جيدة أعملها ممتازة أكثر هاي الأعداء الطبيعية، أعمل لها بيئات مناسبة أرجع أنشرها. فأنت بتستخدم قاعد البيئة نفسها اللي عندك وما بتخربها باستخدام الغير سليم للمبيدات. إذا في حالة أنا بستخدم مبيدات وعندي الدراسات التالية على كفاءة الأعداء الطبيعية لخفض عدد الآفة، بيكون عندي يعني دراية أكثر كيف أستخدم المبيد، إيش المبيد اللي بضرش الآفات الطبيعية، متى برشه، وعوامل أخرى زيها. هذا بدرينا يعني الخوف من انه في انديقات رئيسية، فانت قاعد بتعمل المجال للافات الاخرى والحشرات الاخرى بانها تتطور وتصير افات رئيسية. انت بتقتل اعداء طبيعية وبتعمل لها البيئة المناسبة من حيث كم النباتات الكبيرة اللي بتزرعها مرة واحدة، فالافة اللي بتكون يعني الحشرة بتكون مش افة نتيجة، يعني هاي الحشرة بيقول عنها هاي مش افة لانه أعدادها بتكون قليلة، وهذه الأعداد قد تكون قليلة بفعل الأعداد الطبيعية وعدم وجود مساحات كبيرة من الزراعة بنفس المحصول. أنت لما تيجي تزرع زراعة كبيرة بنفس المحصول
وبتقتل أعداء طبيعية باستخدام غير الآمن للمبيدات، أو تتجنب الأعداء الطبيعية. كيف نحكي جبنا محصول من الخارج استوردنا وحطيناه في بيئتنا، وبيئتنا أصلاً ما كانش فيها هذا النبات، لذلك بيجي الحشرة على موقع على بلادنا مش يعني مش موجود فيها أعداء طبيعية لها بالأصل، فبتنتشر هذه الحشرة تتغذى بدون أعداء طبيعية بيئة مناسبة لها. فإذا كانت آفة بيصير يعني زيادة كثيفة جدا فيها، وإذا كانت حشرات عادية بس بتتطور معنا بصير آفات ثانوية أو آفات رئيسية. دكتور بالله سؤال، تفضل ابني. الله يفضلك دكتور، بالنسبة للمادة اللي قاعدين ندرس عليها مش موجودة على المنصة صح؟ إن شاء الله اليوم بتنزل الفيديوهات وبتنزل المادة نفسها. تمام، يعطيك العافية دكتور. إذا فهمنا كيف إنه إحنا دخول الآفات إلى بيئات جديدة بتكون مستوردة من الخارج، هذه النباتات بننميها بدون أعداء طبيعية، وبذلك بالنسبة للنقطة اللي خلصناها هذا البياع بالسماعات المشوش علينا حكينا بين العلاقة بين العائلة والعدو الطبيعي، حكينا سلام دخول الآفات إلى بيئات جديدة Introduction of New Environment مع تقدم وسائل النقل العالمي الحديث أصبح استخدام الحيوانات والنباتات في مناطق بعيدة سهلة نسبية. دقيقة بس خليها وين راح الصوت؟ اصبر شوي يا عمر. بعد ذرة التأثير هذا النقطة الرابعة هي دخول الآفات إلى بيئات جديدة نسميها Introduction to a New Environment. نسأل عن وسائل النقل الحديثة أصبح يعني بتطورها استخدام حيوانات نباتات من مناطق بعيدة سهلة نسبية. إحنا بنحكي قاعدين عن يعني كيف نجيب الآفة معنا في طرق كثيرة. بتلاقي دخلت حشرة لأنها هي أصلاً بتكون مهاجرة على سبيل المثال الجراد، بنيجي على آفة بتنتشر زي السوسة الحمراء الهندية تاع سوسة النخيل، بأجتنا من الهند وانتشرت حكينا عن النقطة اللي سابقة زرعنا كميات كبيرة في بيئات معينة من النخيل، صار تواصل في زراعة النخيل بين البلدان وانتشرت من بلد لبلد ودخلت عنا. ممكن تتلاقي مثلا واحد جايب له نباتات من إيطاليا على سبيل المثال، أنا جاي فيها آفة من الآفات تدخل بيئتنا. إذا كثير من الآفات تدخل بدون يعني بعدة وسائل، خصوصا أنه أن الوسائل النقل الحديثة أصبحت يعني شغالة بشكل واسع وصار أسهل دخول الآفة من منطقة لمنطقة. بنيجي على بعض الأمثلة على دخول الآفات زي هيك، دخول قراد الماشي لأستراليا، دخول مرض السم القدم والفم في الماشي البريطاني يأتي مع اللحم المصاب،
بس لن يوجد ضمن النظام البيئي الواحد نظام ثابت من الأعداد الطبيعية، لكن البيئة الجديدة قد لا تكون تحت السيطرة، وذلك النمو السريع المجتمع الآخر. وبصورة مشابهة يلاحظ أنه عند إدخال المحاصيل إلى بيئات جديدة قد نجد الحشرات المحلية فيها تجد فيها الغذاء النباتي الأكثر ملائمة وتصبح آفر عليه. الأمن ندخل عندكم مفهوم يعني ما ندخل يعني نبات من الخارج وزرعناه، حكينا في بعض النبات في بعض الآفات قد تكون متخصصة أو قد تكون متعددة العوائل، يعني المن عصب مثلا أن من بيجي متخصص على بعض النباتات ومن بيجي على 400 عائل. أنت بتجيب الشجرة من برا، النبات من برا، المحصول تبعك أو الجذور من برا بتزرعها هون، بتلاقي أن آفات من البلد نفسها استساغت هذا المحصول وأصبحت عليه آفة. أو قد تكون حشرات عادية عندنا في البيئة الأردنية مش آفات على المحاصيل، لكن المحصول هذا كان جيد بالنسبة لها وأصبحت عليه آفة. إذا إحنا الحشرات الموجودة والآفات الموجودة في البيئة الأردنية إذا دخلت لها نباتات جديدة قد تهاجمها. وحكينا عن المنطلق الثاني إنه الآفة نفسها تيجينا تظهر لنا تدخل بوسائل النقل العالمية الحديثة وبالتالي تدخل لنا على البيئة اللي موجودة. هذه الآفة بتيجي بدون عداها الطبيعية فبتكون شرسة جدا زي الذباب البيضاء، لأنه دخلت علينا وما فيش في أعداء طبيعية في البيئة الأردنية اللي بتقدر تعمل فيها توازن وتكبح جماحها، لذلك أصبح انتشار سريع وخطرها كبير جدا. هاي نقطة واضحة، عملية دخول الآفات أو النباتات الجديدة. دكتور زي مثلا سوس النخيل مثال زيها، مثلا نطاط الأوراق في القطن انتشر من الهند برضه نفس الشيء. كثير من آفاتنا خصوصا عندنا على المحاصيل الدخيلة، يعني احنا غالبية المحاصيل اللي عندنا بندورة فيها فراولة فليفلة مش أصلا مش من عندنا حبايب، مش من بيئتنا. انت لي كيف؟ هيك احنا دخلنا نبات للبيئة الأردنية وحطنا له، حكينا على المونوكلتشر، حكينا على الزراعة المنفردة وتدخل عندنا ومن دون عندها طبيعية فبتصيح عندنا، بتصير انتشارها كبير جدا. وبنيجي على انه المحصول نفسه مثلا كيف عارضة على الآفة، دخول الآفة إلى بيئة جديدة ما فيها أعداء طبيعية لها تنتشر وتتكاثر كثير، دخول النبات على بيئة جديدة ما بيكون مصاحبه الأعداء الطبيعية لكن بيكون عندنا آفات من نفس البلد مثلا كيف قد تهاجم هذه الحشرة. يعني الآفة حشرات هي آفات أو مش يعني حشرات بشكل عام، آفات أو غير آفات أو آفات ثانوية على محاصيل معينة، دخلنا هذا الآفة المحصول بتلاقيه مهاجم. على سبيل المثال الذباب البيضاء دخلنا الخيار وهي أصلا موجودة في البيئة يعني، فهمت علي كيف؟ كانت مستخدمة البندورة تهاجم البندورة. يعني كثير من الحشرات الموجودة هنا بالبيئة نفسها اللي أنت بتجيب النبات الجديد بتهاجمه. فهم علي؟ الآفات إما بتدخل علينا من الخارج أو بتدخل إحنا النبات اللي ممكن آفة من الداخل تهاجم. هذه هي عملية دخول الآفات الجديدة أو دخول النباتات إلى بيئة جديدة. أي سؤال حبيبي عن هذا الماضي؟ لا تمام دكتور. كم باقي معنا بالوقت؟ الآن نرجع لنقطة بعد هيك الموضوع اللي هو وين كنترول بس and the economic injury threshold. ما إيش المقصود فيه؟ متى نكافح الآفة؟ وإيش هو الحد الاقتصادي الحرجي؟ دول مواضيع مهمة جدا نعرفها. هذا رح في لحنها. economic threshold and economic injury threshold. أنا بدي أتفضل ال economic threshold وال economic injury threshold والعتبة الاقتصادية والحد الحرجي. بقينا 10 دقائق. بدون شك يعتبر تقييم أعداد الآفات واتخاذ القرار من بين العناصر الأساسية في أي برنامج إدارة مكان الآفات. إحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحدد أعداد الآفة ومدى الإصابة والضرر اللي ممكن تحدث هذه الأعداد. كيف؟ وبناء عليه نأخذ قرار بالمكافحة
او غيرها، يعني لما بنكافح بالاساليب المختلفه اللي حكينا عنها، يعني المكافحه الزراعيه، يعني ادوات زراعيه كيماويه يعني فيزيائيه هاي بيولوجيه، بدنا يكون ان القرار مبني على تقييم للاعداد هاي الموجوده. مضبوط يا حبيبي؟ انا بدي اقيم، بشوف الاعداد، بشوف قيم الضرر الموجود او الممكن تصل له الاعداد الافي، وبناء على ذلك بتخذ قرار من بين العناصر الاساسيه في اي برنامج يدار مكافحة. تميز هذه الانشطه احدث الاساليب في تكنولوجيا الافات، وتميز اداره مكافحة الافات عن استراتيجيات له بشكل الاقتصاد الحيوي، اساس تقييم اتخاذ القرار ودراسه العلاقات بين اعداد الافات واستجابه المضيف النبات الاصابه والخسائر الاقتصاديه. مثلا نجي نشوف بيج في 96 عمل علاقة الاقتصاد الحيوي بالعناصر الأخرى نظام الـ IBM. أسأل عن هاي الانتجريت بس مانجمي عند البستشار، يعني البستسايدز والمبيدات الأفات ناتشورا نيوز للعادة الطبيعية هوست ريزيستنت مقاومة النبات يعني موديفاي افكتيف انفايرمنت التحولات في البيئة المحيطة من ظروف جوية وإلى اكسكلود بس تجنب الآفة امبير بس برودكشن كباسيتي تقليل من قوة تكاثر الآفة. وعنا الدراسات بنشوف جودة الحياة والسلوك التغيرات السيزونال سايكل الموسم البوبوليشن داينامكس يعني تغيرات كيفية الماشي معك المجتمع الآفي عملية أخذ العينات عملية تربية العادات الطبيعية وتشخيص الآفات هذه كلها بسموها الاقتصاد الحيوي. يربط الأحياء الأساسي والبيئة من ناحية مع أخذ العينات تحديد الهوية من ناحية أخرى وعنصر يشمل علم الأحياء والاقتصاد. بدنا نشوف احنا الدراسات اللي بندرسها على الافات والكائنات الحيه ومحصولنا اهميه المراقبه والفعاليات اللي احنا بنستخدمها من كانت مبيدات او مكافحه حيويه او اصناف مقاومه او تغيرات في البيئه من التحكم في الجو مثلا البلاستيك الحراره والرطوبه اللي جعلها غير مناسبه مثلا للامراض عمليه تجنب الافات باستخدام المسلين على ابواب كيف هذه كلها نحكي عنها امور حيويه ولكن هاي نربطها مع ايش؟ مع الاقتصاد. يعني انا بدي اعمل تقييم للاعداد بعد الدراسات هاي شايفينها كلها انت لقيت بدي ادرس الناحيه الاقتصاديه اللي هو الضرر هل هو الضرر جينه يعني قوي الضرر بدي اتصرف بدي ايش اتصرف اذا عند هذا يسمى الاقتصاد الحيوي وربط جميع العوامل اللي حكينا عنها هاي الأحيائية من الآفة ومن النبات ربطها بالخسائر المفاضة الاقتصاد الربح والخسارة. نتائج مهم الاقتصاد الحيوي تشكل قواعد القرار التي تستخدم في خيارات الإدارة. من قواعد القرار التي تم طرحها الأمريكي منها نجاح أكثر من الملاكم والذي في مستوى الضرر الاقتصادي اللي حكينا عنه يتم في شغل لعمله العالم ستيرن معلمة آخرين بالـ 59 وما يزال هذا المفهوم مع تغييرات طفيفة يشكل الأساس لمعظم برامج الـ Integrated Pest Management اللي هو مكافحة التكاملات الزراعية. لذلك سوف استعرض هذا الفصل بعض العناصر الأساسية لنظرة الـ Economic Engineering في الشغل والنظر في الوضع الحالي بقوة الاقتصاد الحيوي استكشاف بعض النمط التقليدية المتقدمة في تطوير العتبة الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك ستم مناقشة بعض القيود التي ينطوي عليها تطوير العتبة بالإضافة إلى مجال التحسين المستقبلي. احنا هيك كبداية يعني بنقول لك كيف اجى مفهومي العتب الاقتصادي لحد الضرر الاقتصادي. مثلا انا اصلا في مفهوم مستوى الضرر الاقتصادي العناصر المقترحة رسميا من قبل ستيرن واخر في عام 1959 هي من الاساس نفس تلك تستقر اليوم. يعني من 59 لحتى الان هذا العالم ماشي على خطاه انه الاضرار الاقتصاديه مستوى الضرر الاقتصادي العتبه الاقتصاديه بشكل جامعي تشكل هذه العناصر بتكون مستوى الضرر الاقتصادي والحد او الحد الحد الاقتصادي.
كده عنا المستوى الضريبي الاقتصادي او الحد الحاجز الاقتصادي مع العتبه الاقتصاديه، هذول المفاهيم الرئيسيه يعني بدنا نعرفهم. ان الضريبي الاقتصادي، والضريبي الاقتصادي هو العنصر الاساسي في عناصر الايكونوميك انجن ثريشولد اللي هو الحد الحاجز الاقتصادي، ونفهمه انه مقدار الضرر اللي يبرر تكلفة التدابير المكافحة الاصطناعية. اوكي، يعني انا هذا الضرر اللي بيوصل من الآفة اللي بيبرر انه انا اتدخل واعمل مكافحة. ما عندي ضرر ما بستخدمش مكافحة. ايش ايش مكانت يعني المكافحة؟ ما بحكي عن مكافحة، العديد من اساليب المكافحة الموجودة جميعها. اوكي، عندي ضرر ده قيمه، هل هذا يبرر تكلفه المكافحه ولا لا؟ ضرر بسيط قد يكون اقل من غير الاقتصاد اني اعيش او استخدم اي طرق اخرى او احط اعداء طبيعيه او مرزق. الضرر بدي انا دائما احط ببالي المبرر من ناحيه التكاليف العمليه. دكتور عناصر الاي اي ال، اختار ايش للاي اي ال؟ لكن هو الانجليز ليفل اللي هو حد الحاجز الاقتصادي. ايوه حد الحاجز، تمام. هذا هو ايكونوميك اند ثريشولد الاي تي، وايكونوميك انجليز ليفل حد الحاجز الاقتصادي، حد الاقتصادي الحرج، تمام. الان عندي حد حرج اقتصادي، انت كيف بناء عليه انا بدي حكينا على الدراسات تبعتك الأحيائية مع الاقتصاد، بيصير عندك معرفة في العدد الآفي وإيش الضرر الممكن تحدثه، بتعين لك الحد حد العتبة الاقتصادية اللي بيكون عندك أنت. يعني في شوية أضرار إذا ازدادت هذه الحشرات عن أعداد معينة بدي أضطر إني أستخدم طرق المكافحة المتكاملة مشان ما أوصلش الحد الحرج الاقتصادي اللي عنده تتساوى عملية الضرر مع عملية الرش. إذا زادت الأعداد على حد الحرج الاقتصادي بيكون عندي ما في تبرير لاستخدام أي من أساليب المكافحة، لأنه تم الضرر ولا رجوع عنه، كمية الضرر الموجودة تمام بتكون عالية، وكمية المكافحة اللي أنا بدي أكافحها تمام بتكون غير مبررة. يعني بدي أكلفني أنا 100 دينار مثلا الأسلوب المكافحة اللي بدي أكافحه على بيت بلاستيك، وهو أنا المنتوج كله بجيب ليش 50 دينار، فالضرر تم بركيف، فلا يوجد مبرر مادي اني اكافح، وصلت انا مراحل خلص راح المحصول، ما في مجال للرجوع. هاي احد العلاقات، هاي احد العلاقات مش للحفظ، بركيف حطيت فيها مثال. يعني الضرر الاقتصادي يعني ساوثون ونورتون تعبير رياضي عمليا تم استخدام انطاق واسع، ولو هذا هو اللي بنحكي عنه. الواي اللي هاي هو العائد، البي سعر لكل واحد انتاج، الاس مستوى مستوى الثلاثات، الاي اجراءات المكافحه، والاس اي هو مستوى الاصابه كما تم تعديل بواسطه اجراء المكافحه، والسي تكلفه المكافحه. إذا كان عندنا تكلفة المكافحة ببساطة، تكلفة إجراء المكافحة تساوي حاصل ضرب السعر عند تطبيق المكافحة مطروحة منه عائدات، مطروح منه عائدة مضروبة في السعر بدون مكافحة، وبالتالي يبدأ الضرر الاقتصادي في هذه المرحلة عندما تساوي تكلفة الضرر مع تكلفة المكافحة. عندي أنا واحدة يعني عندي مثلا بأسلوب بسيط بناء قياسي مش مطلوب معكم، عندي أنا يوم تساوي تكلفة المكافحة مع المحصول الموجود، انا حطيت على سبيل المثال بنحكي يعني حسبة عرض، طلعت عبيت البندورة بيطلع لي بالقطفة يعني يضايل على النبات 200 بوكس 250 بوكس،